تفضل. شهر الله المحرم الذي نحن فيه الآن في بدايته في السدس الأول منه، يفضل أو يعني يسن صيامه ولو صامه كله، يقول الشيخ ابن باز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وآكد ما فيه من الصيام يوم العاشر يسمى عاشوراء، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في مكة، لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون فسأل فقال هذا يوم نجى الله موسى من فرعون، فقال نحن أحق بموسى منكم، فأمر بالصيام، الأمر على سبيل الاستحباب، وأن هذا الصوم اليوم واحد يكفر سنة كاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم نوى أن يخالف اليهود فيصوم التاسع والعاشر، يسمى التاسعاء والعاشوراء. شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول بما أنه من السنة صيام 3 أيام من كل شهر، فلو صمت التاسع والعاشر والحادي عشر تكون صمت عاشوراء وتاسعاء وأدركت صيام 3 أيام من كل شهر، فهذا حسن. وبعض أهل العلم يقول التاسع ليس مقصود لذاته في الصيام، وإنما لمخالفة اليهود، فمن فاته أن يصوم التاسع مع العاشر فكذلك إيش الأمر لو صام ماذا العاشر والحادي عشر، وهذا الرأي لا بأس به، لأن المراد المقصود لذاته أن يصام فيه الفضل ويكفر سنة اللي هو اليوم عاشوراء، وتاسعاء من باب المخالفة، فإن خالفت بصيام اليهود بصيام التاسع والعاشر فهذا درجة أولى، فإن فاتك أن تصوم التاسع صوم العاشر والحادي عشر. يقول الشيخ الثمين والأكمل أن تصوم 3 أيام من كل شهر وتجعل إيش التاسع والعاشر والحادي عشر، والله يوفقنا وإياكم إلى العمل الصالح.